بعد كده هنتكلم عن انواع المسمية. المسمية ممكن نقسمها جيولوجيا الى primary or original porosity او induced porosity. يعني ايه برايمري اور اوريجينال؟ اي المسميه الاصليه او الاوليه. يعني ايه برضو؟ يعني هي المسميه التي تكونت مع ترسيب الصخور، زي ما عرفنا قبل كده في تكوين البترول ان بيحدث ترسيب للطبقات، الطبقه فوق الثانيه، بالتالي بتتكون الفراغات دي مع ترسيب الصخور. رقم اثنين الانديوز بروستي، هي التي تكونت بعد عملية الترسيب نتيجة ايه؟ نتيجة ظروف جيولوجية، كان يحدث لا قدر زلزال او تحرك للطبقات، وبالتالي بتتكون الفراغات نتيجة الاهتزازات اللي بتحصل عندي. بنسميها برضو الـ induced porosity، بنسميها secondary porosity. بنقسم برضو المسمية هندسيا إلى effective porosity أو absolute porosity، اي المسمية الفعالة او المسمية المطلقة. يعني ايه الكلام ده بقى؟ ركزوا معايا كده شوية، اللي قرب ينام يجيب كوباية قهوة، واللي ما بيشربش قهوة يجيب شاي، واللي ما بيشربش حاجة من دي يحاول ان هو يفوق معايا بشوية عصير او اي حاجة. ركزوا معايا، رقم واحد الافكتيف بروستي، is the ratio of the interconnected pores to the bulk volume. يعني ايه؟ يعني هي حجم الفراغات المتصلة مع بعضها البعض الى حجم الصخر نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي الصخرة، بتبقى فيه فراغات متصلة مع بعضها البعض، وبتبقى فيه فراغات معزولة. يعني ايه؟ زي ما باين كده في الرسمة، في فراغات لوحدها، دي فراغات isolated، ودي فراغات متصلة مع بعضها، حجمها كبير، بالتالي يكون كمية الزيت اللي فيها كبيرة. دي تسمى interconnected pores، وبالتالي المسمية الفعالة أو effective pores هي عبارة عن interconnected pores to the bulk volume. تمام. رقم اثنين الـ absolute porosity، is the volume of total pores to the bulk volume. يعني هي عبارة عن حجم الفراغات الموجودة كلها، حجم الفراغات المتصلة زائد حجم الفراغات المعزول، بالتالي المسمية الكلية أو المطلقة بتساوي حجم الفراغات المتصلة زائد حجم الفراغات المعزولة على الحجم الصخر نفسه. تمام. لو انا عندي المسمية
بتاعت الخزان بتاعي مثلا 30%، تمثل الفراغات المتصلة، تمثل الفراغات المتصلة 25% من الخزان، من مسمية الخزان، وحجم الفراغات المعزولة تمثل فقط 5%. تمام؟ يعني الفراغات المتصلة هي الفراغات اللي احنا بنهتم بيها، واللي بيهتم بيها الريزرفوار انجينير. ليه؟ لانها هي اللي بيوجد فيها البترول، وبتكون اكبر كمية من البترول موجودة في الفراغات المتصلة مع بعضها البعض. تمام؟ طب ده هيخلينا نتكلم عن حاجة اسمها الفيزيكال مينينج اوف بوروسيتي. يعني ايه الفيزيكال مينينج اوف بوروسيتي؟ يعني از ذا كاباسيتي او از ذا ستورج كاباسيتي اوف ذا روك، اي القدرة التخزينية بتاعت الصخر نفسه. دي عبارة عن المعنى الحقيقي للمسمية. تمام؟ طب امتى اقول ان الخزان بتاعي هوموجينيوس، واما اقول انه هيتروجينيوس؟ ركزوا معايا، عن حاجة اسمها بطريق، او ان احنا بنستخدم حاجة اسمها مبدأ عدم التجانس. بقدر اقسم الخزان بتاعي الى هوموجينيوس وهيتروجينيوس. طب امتى بقول ان هو هوموجينيوس او متجانس؟ بقول ان الخزان بتاعي ده هوموجينيوس لو المسمية بتاعتي ما بتختلفش مع تغير المكان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ثابتة ما بتتغيرش، يعني المسمية لا تتغير مع تغير المكان. طب امتى بقول ان هي هيتروجينيوس؟ لو المسمية تتغير من مكان لاخر، بقدر اقول ان الخزان بتاعي مش متجانس. طب بالراحه كده نفكر، ايه الافيد لينا، ان الخزان بتاعنا يكون متجانس ولا الخزان بتاعنا يكون عدم متجانس؟ ما هوش متجانس. الافيد اللي شافوا العلماء ان هو يكون هيتروجينيوس مش متجانس. ليه؟ لان وجود خزانات متجانسه نادره جدا، وهنعرف اكتر عن الموضوع ده باذن الله لما ندخل في مادة البرودكشن، ان الهيتروجينيوس دي بتدخل في حل مشكلات الابار اللي بتتقابلنا ان شاء الله، وهنتكلم عنها في مادة البرودكشن باذن الله. طب ازاي بقدر احدد حجم البور فوليوم او الجرين فوليوم او البالك فوليوم؟ بقدر احدد الجماعة دول عن طريق اما اللابوراتوري، عن طريق المعمل، او عن طريق السب سيرفيس ديترمينيشن. اي الطرق التحت سطحية. وهنبدأ بإذن الله باللاب، وهنتكلم عن رقم واحد البالك فوليوم. في البداية في حاجة مهمة لازم نعملها عشان نعرف نحدد البالك فوليوم، اللي هي ايه بقى هندسة؟ ان هي نمنع دخول الفلويد للفراغات. طب بنعمل كده ازاي؟ رقم واحد بنغلف العينة بمادة اسمها البرافين او الشمع او مواد مشابهة كتير للبرافين. بتعمل ايه بقى؟ بتعمل تغليف للصخر، وبالتالي تمنع دخول الفلويد للفراغات اللي موجودة بالصخر، او عن طريق رقم اثنين
نقوم بتشبيهه بفلوس، وبعد كده نحطه في نحط الرك بتاعنا في الفلويد ده. هنبينها واحنا ازاي بنحدد البالك فوليوم. رقم 3، عن طريق استخدام الزئبق. الزئبق ده بيتميز ان هو ما بيدخلش في الفراغ، ما بيتحركش اصلا، حركته بطيئه. طب ازاي بقى بنحدد البالك فوليوم؟ بعد ما عملنا تغليف للعينة هنحدد البالك فوليوم ازاي؟ رقم 1، بنحط الصخر في حاجة اسمها بيكنوميتر. البيكنوميتر ده فيه زئبق. رقم 2، بنعمل ايه؟ بنحط الصخر في البيكنوميتر. الصخر لما بيتحط في البيكنوميتر هيعمل ايه؟ هيعمل ازاحة للزئبق، وبالتالي حجم الزئبق اللي اتزاح هو عبارة عن حجم الصخر. الطريقة الثانية، بنشبع العينة بسائل، شبعناها بسائل. بعد كده بنحط العينة في نفس السائل جوه البيكنوميتر. لما نحط العينة في البيكنوميتر هتعمل إزاحة للسائل، وبالتالي الحجم المزاح هو عبارة عن البالك فوليوم. رقم 3، عن طريق ايه؟ هنغلف العينة بتاعتنا بالبرافين وهنحطها في البيكنوميتر. بيكون الحجم المزاح في الحالة دي، قلنا البرافين بيدخل جوه في الفراغات بتاعت الصخر، بالتالي الحجم المزاح بيساوي حجم البرافين زائد حجم الصخر. وبالتالي عشان اعرف حجم الصخر هنطلع حجم البرافين اللي ناقص عندنا في الاول، وهيكون الحجم الباقي هو حجم الصخر او البالك فوليوم. بعد كده هنتكلم عن الجرين فوليوم. بحدده ازاي؟ عن طريقين. رقم 1، بنعمل حاجه اسمها كروشنج للعينه. هنكسر العينه بتاعتنا وهنحطها في فلويد، تمام؟ هنحطها في فلويد موجود في بيكنوميتر بيعمل ازاحه الصخر. العينه بتاعتي بتعمل ازاحه للفلويد، وبالتالي هيحدث ازاحه، وبالتالي يكون الحجم المزاح هو الجرين فوليوم. معلش عايزكم تركزوا معايا شويه. الطريقه الثانيه، عن طريق ان احنا بنوزن العينه. وزننا العينه، بالتالي ده كتله العينه. بعد ما بنوزنها عندنا كثافه الصخر. عرفنا الكثافه، تمام، وعرفنا الكتله. هنجيب الحجم ازاي؟ فاكرين ولا ايه؟ معادله من الابتدائي بتقول لي ايه؟ ان الحجم بيساوي الكتله على الكثافة. وزننا العينة وعرفنا كثافتها، هنعرف نجيب حجمها اللي هو بيساوي الجرين فوليوم.